افتتاحه بتاريخ 30 أغسطس تحت رعاية الفاضل الأستاذ خالد بن سعد السديري مدير عام وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية. لا يخفى على الشعب السعودي وشعب منطقة الدمام أو المنطقة الشرقية بالأخص شعب محب للفن ومحب للثقافة، فلله الحمد عدد زوار جدا ممتاز، وكذلك الورش مستمرة، ومن خلال المعرض سيكون هناك جلسة حوارية وكذلك ورشة تدريبية في مجال التصوير للتبادل الفكري. ولله الحمد حصلنا على عدد زوار ممتاز وصدى رائع من الصحيفة السعودية.